شقول عليك أقول أنساك روحي وياك، شقول عليك أظل زعلان مر فرقاك، مثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطلوك. جمهور العزيز، أنا سعيد أن أعرفكم هويتي الفنية. أنا سمير الأمير، رئيس فرقة دان العراقي، خريج معهد فنون الجميلة قسم الموسيقى آلة القانون. ووالدي عبد الأمير مظهر كان عزف ساكسفون وكلارينيت، وكان متعهد حفلات في أوروبا وأمريكا والخليج. وإحنا كفرقة أقمنا حفلات في كل أنحاء أوروبا، وإن شاء الله أكو مشاريع مستقبلية وأكو أعمال راح تسمعوها وتشاهدوها إن شاء الله وتنال إعجابكم. وإحنا سجلنا كوكتيل دانة العراقية المشهورة اللي تعرفوها، وأكو أيضا أغاني راح نعيدها إن شاء الله وتنال إعجابكم إن شاء الله. وأنا عندي أيضا حفلات في هولندا وفي أوروبا وأمريكا إن شاء الله.